السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه منطقة اللي هو وسط معسكر جباليا، اللي هو منطقة السوق ولا الموقف. طبعا بعد انسحاب الجيش ومسح الدمار شامل، إلا إنه الناس مو بدها تروح، رجعتها يا شوي شوي بتبني بسطات موجود، بدها تبيع بدها تشتري، ورجعت عملت خيام على الركام وقعدت، وهي زي ما شايفين ترجع الناس بترمم وبتحط بسطاتها وبتقعد. وين بدها تروح؟ ما فيش مقر، قصف، مسح، ما ايش بده يكون. الناس بدها تعيش، بدها تعيش. هاي رجع اللي عنده شوية بضاعة شوية معلبات، رجع فردها وحط عمل واسطة ورجع يقعد بده يترزق بده يبيع. الناس بدها تتحرك. بعدين مخيم جبالي ما معروف يعني مليء بالسكان والنازحين، قد ما بده يصير ضغط تطلع الناس بتعاود ترجع، وبتاي هاللي بيعمل ستار بيعمل خيمة، الناس بتقعد وين بدها تروح؟ بتمنى تدعمونا بمسج شكرا ومشاركة للقناة، وبارك الله فيكم.